الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله دائما وابدا نستعين. مشاهدينا متابعينا الكرام، لازلنا متواصلين مع حضراتكم مع تواصل هذه التحديات والانطلاقات. أعلنت منذ لحظات انطلاقة الشوط 23 الخاصة بفئة القعدان الحقائق، وهذه الأشواط الخاصة بالإنتاج والمنتجين هنا في عاصمة ميادين السباق في ميدان الوثبة لسباقات الهجن العربية الأصيلة. نسير مباشرة إلى المقدمة، إلى الصدارة، إلى الانطلاق الأول وإلى التحديات الأولى. مشاهدينا متابعينا الكرام، مع شعار محمد بن راشد بن جابر المنهالي من يتقدم هنا على المركز الأول وعلى التحديات الأولى. المركز الثاني، المركز الثاني الوصول مع غازي علي بن راشد بن متعافي المنصوري من يصل على مستوى المركز الثاني والمركز الثالث. الشميمي عبد الله بن عمير بن عبد الله المنصوري من يقدم لنا انطلاقة الشميمي، بينما المركز الرابع الوصول مع الغمران سالم بن علي بن سعيد آل بريص المري هو القادم في هذه اللحظات على مستوى المركز الرابع. خامس التحديات والانطلاقات الوصول مع مدلل سيد غنام بن عبيد الغنام المزروعي من يقدم لنا انطلاقة مدلل من الجانب الأيمن. الوصول مع ريبال محمد بن علي بن سعيد السبع الدرعي من يقدم لنا انطلاقة ريبال، القدوم في هذه اللحظات والانطلاق. مع تواجد شاهين لسيد محمد بن سالم بن لويع العامري من يقدم لنا شاهين، ونتابع ايضا شعار الحمادي هو القادم في هذه اللحظات. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، ايضا شعار احمد بن حميد بن عامر العمري بدا يتقدم في هذه اللحظات، ولكن العوده للمقدمه، العوده الى الصداره، العوده الى التحديات والى الانطلاقات المميزة. مشاهدينا متابعينا الكرام، مع تمام على أول التحديات محمد بن راشد بن جابر البنهالي من يقدم لنا هذا الاسم على المركز الأول، بينما المركز الثاني الحضور مع الغمران للسيد سالم بن علي بن سعيد آل بريص المري قادما على مستوى المركز الثاني. المركز الثالث شاهين سيف بن مسفر بن راشد العميمي من يقدم لنا انطلاقة شاهين، بينما المركز الرابع شاهين سلطان بن مساعد بن قران المنصوري بدا يتقدم الان شعار بن قران، وايضا الوصول من الجانب الايمن مع شاهين محمد بن سالم بن لويع العامري هو القادم في هذه اللحظات، والمعلن عن حضوره وعن تواجده المميز. اكتفي بهذا القدر، العوده للمقدمه، العوده للصداره، الى التحديات الاولى، الى الانطلاقات الاولى. شعار البريص من يتواجد على المركز الاول، ولكن باللويع، باللويع من الجانب الايمن يقدم لنا انطلاقه شاهين محمد بن سالم بن لويع العامري، ينطلق بناموس هذا الشوط، ينطلق بهذه التحديات المميزه شاهين محمد بن سالم بن لويع العامري على المركز الاول، على الصداره وعلى التحديات الاولى. مشاهدينا متابعينا الكرام، القادم الغمران سالم بن علي بن سعيد ال بريص المري، اللحظات الاخيره، اللحظات الخطيره، يا سلام النقطه الثانيه يا ال بريص من يقدم لنا الغمران سالم بن علي بن سعيد ال بريص المري. تهانينا تهانينا حتى هذه اللحظات، ولكن الاسماء القادمه الشعارات الواصله، وصل حلم خليفه بن مكتوم بن راشد المزروعي، وايضا شعار يتواجد شعار باللويع من الجانب الايمن. لمن الناموس؟ لمن الفوز والانتصار؟ الله 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 على هذه الانطلاقات المميزه، من غير الامور مع الامتار الاخيره، الخروف محمد بن ضبيب بن راشد الدرع يفاجئنا في الامتار الاخيره. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني، المركز الثاني شاهين محمد بن سالم بن لويع العامري، وثالث المراكز كان الوصول مع مع حلم خليفة بن مكتوم بن راشد المزروعي، والمركز الرابع كان الوصول مع الغمران سالم بن علي بن سعيد آل بريص المري. وخامس التحديات،
مدلل السيد غنام بن عبيد الغنام المزروعي. هكذا مشاهدينا ومتابعينا الكرام هي نتيجة العودة هنالك إلى التوقيت الزمني لحظات الفوز والانتصار. تهاني وناموس لمالك الخروف محمد بن ضبيب بن راشد الدرعي بتوقيت 4:24:03. المركز الأول كان مع وضاح سعيد بن حمود بن ثعلوب الدرعي. تهاني وناموس لك يا مالك وضاح على هذا الفوز والانتصار في توقيت زمني 4:24:04 بينهم المركز الثاني. كان الحضور على ثاني التحديات. المركز الثاني وصل شاهين بتوقيت زمني 4:24:05. توقيت شاهين لسيد محمد بن سالم بن لويع العامري. والمركز الثالث وصل حلم لسيد خليفة بن مكتوم بن راشد المزروعي بتوقيت زمني 4:24:07. بينما المركز الرابع الغمران سالم بن علي بن سعيد البريس المري بتوقيت زمني 4:24:07. بينما المركز الخامس وصل بتوقيت زمني 4:25:03. مدلل السيد غنام بن عبيد الغنام المزروعي. تهانينا والنا